4/9/2012. كما تشاهدون كيف يقوم الناس بنقل مياه الشرب بعد قيام عصابات أسد بقطعها لأيام متواصلة. طبعا وقبلها قاموا بقطعها أسابيع متواصلة بعد المجزرة. شاهد كيف يقوم الناس. هذا هو حالنا كل يوم. كل يوم نقوم بنقل مياه الشرب. هنالك عشرات من العائلات ليس لديها مياه شرب. هذا هو حالنا وهذه هي معاناتنا في حمص وفي مدينة الحويلة.